وبينما يتألم المسيح على الصليب ذكر عدة عبارات وعدة كلمات، بالتحديد 7 مرات بتذكر البشائر، مبتدئاً يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون، مسامحة الأعداء، ثم طبعاً الظرف الصعب اللي مر فيه، قال إلهي إلهي لماذا تركتني، ورح طبعاً خصص درس لهذا الموضوع. ثم أحب اهتم بأمه وبيوحنا، إنه يوحنا يهتم بأمه القديسة مريم. وطبعا انتهت الكلمات، طبعا أنا عطشان قد أكمل، صرخ طبعا أسلم الروح، نكس الرأس. لكن اللي عاوز أركز فيه في هذا الجزء عن اللص التائب اللي ابتدأ يعير المسيح، لكن في نعمة خاصة لمست هذا اللص وفعلا أثبت أنه أفضل من كثير من الناس. أولا طبعا وبخ أعمال الظلمة اللي هو صديقه، قال له أولا تخاف الله؟ أنت وأنا عملنا باستحقاق، يعني أدرك أنه يستحق الشيء اللي عمله، كان لص وكان قاتل أيضا. بعد هذا الشيء قال ليسوع اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. جواب المسيح لهذا اللص التائب اليوم ستكون معي في الفردوس. هذا إن دل على شيء بدل أولا على سيادة المسيح على كل الأحداث، شيء تاني بدل على قدرة المسيح على الغفران، شيء ثالث بعبر عن لاهوت المسيح، قال له اليوم تكون معي في الفردوس، والمسيح يعرف طبعا عن كل الأبدية. هذا اللص أظهر أنه فعلا أفضل من صديقه لأنه باستحقاق نال ما فعل. أثبت أنه أفضل من بيلاطس لأنه بيلاطس لم يجد علة في المسيح، وأن المسيح بريء، وأنه غسل يديه بماء، يعني علامة أنه ما وجدش أي شكاية أو أي شيء اللي يصلب، لكنه أسلم المسيح إلى الصلب. أثبت أنه أفضل من بطرس، بطرس اللي جلس في مجلس المستهزئين ونكر المسيح، لكن هنا اللص التائب علانية يعترف بيسوع المسيح. وفعلا أفضل من الكهنة اللي عثروا بالصليب، وأفضل طبعا من يعني حتى يوحنا ويعقوب اللي طلبوا أنه يجلس واحد عن اليمين واحد عن اليسار، لكن بكل بساطة قال أذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، يعني ترك الاختيار ليسوع المسيح، لكن أهم شيء أنه يكون في الحياة الأبدية. الرب يسوع أعطاه وعد وأعطاه تأكيد وأعطاه ضمان وأعطاه أيضا الحياة الأبدية في الحاضر. وهون درس كتير كتير جميل، بغض النظر شو خطية الإنسان عظيمة أم صغيرة، عندما يدعو الرب يسوع وعندما يعترف للرب يسوع المسيح في الحال، الرب يسوع بيقدم غفران الخطايا وضمان الحياة الأبدية. هذا اللص طبعا نستطيع أن نقول مش بس سرق في حياته، لكن اختلس أو سرق السماء في لحظة، لأنه تاب توبة حقيقية أمام الرب يسوع المسيح.